مبدئيا كده يا جماعه، المفروض بدايه الفيديو كنت حاطه لكم بقى ميوزك رومانتك وعامله لكم شويه حركات وشويه حاجات جامده وكده، بس للاسف نزلت الفيديو وجالي عليه حقوق طبع ونشر. للاسف مش عارفه ادلعكم بالميوزك، ف بجد الموضوع صعب جدا، فقلت بقى هعيد الفيديو كده واسجل لكم، وده طبعا صعب جدا عليا ومجهود زياده عليا، فبليز حطيلي لايك لان بجد تعبت جدا في الفيديو ده. حلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، يكون فلوج خفيف على قلبكم. بدات كده معاكم، كنت بتفرج على فروزن وبعد كده شربت ينسون لاني تعبانه جدا وكمان بيهدي الاعصاب، وكلت فشار بقى وكده، ودخلت عشان اعمل العشاء بتاعي. ده فلوج يومين تمام. وحطيت على الزبادي يا جماعة شوية مورينجا، كنت جايباها من دير مريمينا. اللي متابع الفيديوز بتاعتي هيكون عارف كويس المورينجا اول مرة استخدمها، ولكن الفوائد بتاعتها يا جماعة اكتشفت انها جامدة جدا. بصوا بقى، حطيت زبيب كده وجوز هند، ودخلت بقى اشوف المطبخ لقيت الكوم ده، بس ما تقلقوش مرمورة اتصرفت. بصوا عالجت الموضوع يا جماعة في اقل من ثانية. لا طبعا اخد وقت، بس ده في اقل من ثانية التصوير. هنا بقى ايه كان اخر حاجة اشربها قبل ما انام؟ هو شوربة العدس. طبعا احنا بقى في السقعة وعايزة بقى شوربة عدس وكده، وقلت بعمل جنب شوربة العدس شوية ايه ليمون، يعني حاجات كده تهدي الاعصاب وريلاكسيشن خالص. كانت اختي معايا فعملت ليا انا وهي وبيلا، وطبعا الكوباية اللي في النص دي بتاعت بيلا، وحطيتها الشاليمو ده اللي هو فيه فراولة، ده بيحفزها اكتر. طبعا بقى مرون طلع لي كده الاكل متاخر جدا. فاول حاجه عملتها ان انا غسلت اللحمه، في ناس مش بتغسلها، انا بغسلها وبصفيها بصراحه تمام. اول حاجه حطيتها شويه زيت كريستال، وبعد كده شويه زيت زيتون بكر، وحطيت كمان ليمونه كامله عصرتها كده، المفروض ان انا هعمل شاورما لحمه تمام. وحطيت معلقه سكر، وزيها بالظبط هحط معلقه ملح، حطيت فلفل اسمر، وكمان حطيت فلفل ابيض اللي هو ايه بيبقى كور كده صغيره وبتطحنيه طازه، وحطيت معلقه مشابهه لمعلقه السكر ملح، وما تقلقوش مش هيكون مالح ولا حاجه. وبدات بقى احط باقي التوابل بتاعتي، حطيت كده كمون زي ما انتم شايفين كده. انا قلت اجيب لكم كل حاجه بالتفصيل عشان انتوا بتحبوا حرفيا كل حاجه تكون بالتفصيل، وسوري على صوت المواصلات بس انا في شارع عمومي يا جماعه، يعني 24 ساعه حرفيا شغال. وحطيت بابريكا، تقدري تزودي الكميات زي ما انتي عايزه، حطيت بصل باودر كده حبه صغيرين لاني اوريدي هحط بصلتين، وحطيت كمان توم باودر حبه حلوين لاني مش حاطه توم، يعني الشاورما مش بيتحط لها توم. وكمان قلت اجيب كده الزعتر، الزعتر يا جماعه بجد مفيد جدا وبيحلي على فكره اي اكل هو بيتحط فيها، وطعمه مش بيكون نفاذ قوي قوي يضايق اي حد حتى لو الحد ده مش بيحب الزعتر تمام. وحطيت كركم عشان برضو اللون بتاعها يكون مقرنش كده بسيط، وحطيت شويه قرفه بصراحه ادوا طعم خطير. انا بعمل احلى طحينه في العالم تمام، تحفه تحفه تحفه. الطحينه بتاعتي يا جماعه محدش ذقها الا وشكر فيها بجد، انا ذات نفسي بحبها وبعشقها جدا جنب الاكل. دلوقتي زي ما انتم شايفين هعمل شاورما عربي، اول مره اعمل الشاورما، ما عملتهاش في بيتي خالص، بس انا اكسايتد ليها. انا تبلتها معاكم وقدامكم، حطيت كل التوابل. دلوقتي هقطع الفلفل الالوان، وهقطع الطماطم، وهقطع البصل جوليان المفروض، يعني انا تقطعتي ما بتبقاش احسن حاجه في الدنيا. هعمل برضو كوبايه النسكافيه بتاعتي وانا بعمل الاكل لاني بجد دماغي خلاص واقفه، دماغي عملت اوف، فلازم اشرب كوبايه النسكافيه. انا اول ما صحيت صحيت على الطبخ على طول عشان جوزي كان طالع جعان وكده. كده على قد ما قدرت، انا مش اشطر واحده في التقطيع لو سمحت ما تتريقوش. قطعت طماطم، وقطعت المفروض ده بصل جوليان ما اعرفش بقى ده ايه يعني، وقطعت فلفل برضو، قطعت قرن واحد بس، وبرضو حضرت كوبايه النسكافيه بتاعتي عشان خاطر افضل مقاومه يعني للاكل، اني كنت مش قادره خالص، مع ان النسكافيه ممكن يسد نفسي بس مش مهم مش فارق معايا. لما الشاورما بتاعتي كده تخلص، هي لسه طبعا بتنزل كل المية اللي فيها، سيبها لحد ما تمتص المية، وبعد كده هبدأ احط البصل على طريقة هبة ابو الخير تمام. منظم الخضار بتاعي فاضي مغسول، متبقي معايا طماطم مية وواحدة فلفل، هبدأ ارص كل اللي عندي هنا بعد ما اتغسلت،
بصي يا جماعة، كنت عايزة احط فلفل الوان في الشاورما، بس لقيت كله بيقول ان الطريقة المصرية ما فيهاش يعني فلفل الوان وكده، فعشان كده مرضتش احطه بصراحة. وهحط الخيار كده. الخيار لو وصلتي معايا لحد هنا ما تبخليش عليا بلايك، حلو اللايك بيساعدني وبيشجعني صدقوني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر بجد. النشافة بتاعة الخضار دي او منظم الخضار ده من افضل الحاجات اللي انا جبتها في جهازي. انا التقطيع دي كبيرة، دي مش تقطيع شاورما ابدا، تقطيع كبيرة قوي على فكرة. البن بتاعي كده في العلبة بتاعة البن، وانا بستخدم بن احمد الشيخ. عايزة يعني اغيره الفترة الجاية واجرب بن جديد بيكون براند مصري برضو، او مش شرط مصري، ممكن نجيبه تركي او حاجة يعني، مش لازم من المقطع، بس عايزة اجرب حاجات جديدة تكون بأطعمة جديدة وكده. ان شاء الله بجرب شوية المواعين دي كده. بصوا اللحمة بدأت بقى ايه تغلي، بقى هرص الحاجات دي عشان المطبخ برضو احس ان هو اهدى من كده. يا جماعة في عمايل ايه دي، هنا مرون كان جايب لنا فريسكا انا وايزابيلا، دايما بيكون فاكرنا على طول حتى لو بأبسط الحاجات، ربنا يخليه لنا ويجعله سند ليا لبقية عمري وكده. وبجد بجد يعني يا جماعة البيت امان طول ما هو في زوجك. وكان جايب بقى العيش الفينو ده اتبقى مننا وكده، والعيش الكايزر لان انا عملت على قد الشاورما اللي انا عملتها. هنا بقى بعد الاكل طبعا لازم تنضفي مكانك. طبعا البوتاجاز ما كانش حالته بشع لان انا ورا كل طبخه لازم انضفه ولمعه كده بخليه قشطه. وطبعا كلكم عارفين معاناتي مع عيون البوتاجاز اللي انا حاولت 600 مره اعملها، ولكن يا جماعه العيب في العيون ذات نفسها. باخد بقى السبراي كده وببدا ان انا ارش الرخامه بتاعتي وانضفها كويس. طبعا انا مش بجيب لكم كل حاجه انا بعملها، بجيب لكم مقاطع صغيره بس بفهمكم انا بعمل ايه عشان تتشجعوا لو انتوا وراكم حاجه وكده. انا ام صالحه ولا ايه، بس انا عملت لهم شاورما عربي، وكمان هعمل لهم دلوقتي بانكيك. عايزه افطر اسابيلا فطار مختلف بصراحه، فعايزه افطرها بانكيك النهارده كده. المكونات الجافه بتاعتي: معلقتين سكر، كوبايه دقيق، معلقه كبيره بيكنج صودا او بيكنج باودر اللي عندك، رشه ملح، كيس فانيليا. المكونات السائله: معلقتين زيت نباتي اي حاجه تحبوها، وكوبايه لبن، حطيت لبن الموراي، واخر حاجه بيضايه، وتقلبه كويس جدا. لسه هقلب تاني عشان في شويه تكتلات كده من الدقيق. محتاجه المضرب اللي هو الرفيع الحديد، هوريهولكو. استنوا، ده عملي مع اني عندي مضرب كهربائي بس مكسله جدا اشغله. ده المبرد اللي معايا، مضرب مش عارفه ليه جاي معايا مبرد اهو. بصوا ده بيشيل اي كتل موجوده. هعمل نص فانيليا والنص التاني شوكليت. سوري على صوت ايزابيلا، مش عارفين الاطفال يعني معانا في المطبخ ومعانا في كل مكان، هي ماسكه بالونه عماله تعجن فيها حرفيا. ما علينا، احنا من نفسنا مش واخدين بالنا ومش شايفين اي حاجه، خلينا في اللي احنا بنعمله. انتوا بقى شايفين كل كميه الفانيليا دي انا هرميها لان هي اكسبايرد خلاص. طبعا متضايقه وزعلانه جدا، بس انا مش من النوع اللي بتعمل حلويات كل يوم، بعمل كل فين وفين في البيت، دايما بشتري يعني من بره وكده. تمام، تعالوا بقى كده اوريكم الريل اللي انا صورته على انستغرام وتيك توك للبانكيك. ما عرفتش اصورها لكم بعد ما خلصت، فقلت انزل لكم الريل ده. كد البانكيك كانت خطيره يا جماعه، بس ما لحقتش اصورها لكم كده. اعملوها بالطريقه دي، سهله جدا وسريعه اصلا. بتحطي بقى عليها نوتيلا، تحطي عليها عسل اللي انت عايزاه. تمام، وهنا بقى كنت باكل ايزابيلا الجيلي بالكاستر، هي بتعشقه جدا. وهنا بقى انا قلت بقى هاكل الزبادي بتاعتي من دانون اللايت دي. انا بحاول على قد ما اقدر الفتره دي بجد امسك نفسي لاني بوظت الدنيا خالص الاسبوع اللي فات. بالصباح حطيت شويه مورينجا برضو عليها. ساعات عياط متواصل لدرجة ان انا عيطت انا كمان، مش عارفة اتصرف خلاص. فقعدت اعيط، ضغط نفسي كبير قوي على فكرة يا جماعة. جزء من الخلفة والله، هو مش جزء، تلات ارباع هو عامل نفسي. يعني انا اقسم بالله ما افكر اروح احمل غير وانا قادرة نفسيا 100% بعد نفسيتي اللي اتدشملت خلال الفترة دي. ما سكتتش غير لما جبت الستاند بتاع الليبستيك بتوعي. بصوا وهي عماله تفنن بس هي سكتت، هي سكتت يعني
فاهمين، مش عايز تسكت، فسكتت بده، فانا لهيتها الحمد لله عشان اشرب نص كوبايه القهوه الباقي اللي انا عملته عشان اريح دماغي، فاهمين، واتخربت عليا القهوه على كده، خلاص باظت القهوه بتاعتي. بصوا هي انا حطيت لها من ليب جلاس، ده هي بتعشق الليب جلاس، بالله ما سكتتش غير لما حطيت لها من الليب جلاس ده، يا عم هتعيط دلوقتي، وبهدلت الدنيا حرفيا باين على وشها. والله حلوين. مرون لسه مخلص السبراي ده من ذا بوينت، ده من ماي واي. الريحه دي حلوه قوي يا جماعه، من اكتر الروائح المميزه عن ماي واي. سعر البيرفيوم بتاعها غالي شويتين، ولكن السبراي اقتصادي شوية، اقل من 100 جنيه. سعر البيرفيوم معدي تقريبا 150 جنيه دلوقتي في ماي واي، ومش بينزل كل شهر في الكتالوج زي الاول، ولكن النتيجة بتاعته حلوة جدا، ثابت قوي قوي، خلي بالكو ريحته خطيرة، ينفع للمناسبات الليلية. لا عاجبني بطريقة مش طبيعية، فعشان كده دي تالت مرة اجيبه لمرون، وان شاء الله بكرره له تاني بس بعد شوية، لان انا عايزه اجرب له روايح جديده بصراحه. فجبت له كده سلكشن مور خطير قوي، بس مش هطلعه له دلوقتي لاني جايبه له للسفر، لان السبراي ما بياخدش في ايد مرون اسبوعين، فلو طلعته دلوقتي على السفر مش هلاقيه موجود اصلا، متخيلين؟ مرون بيحط كميات رهيبه جدا. المهم بقى مرون نزل جاب شويه لبس كده للمصيف، هوريه لكم. لسه عايز طبعا يتامرك، لسه عايز يتغسل، هو مش بيلبس الحاجه غير لما بتتغسل الاول، حتى لو كانت جديده، يعني هو جديد الحاجه لسه جايبها امبارح، فقال لي لا تتغسل الاول، فتعالوا كده افرجكم عليها، وهفرد لكم كده قطعه قطعه واوريكم. انتوا حبايب قلبي، بحب اوريكم كل حاجه كده قبل ما تتهلك، عشان بقى عند جوزك، اخوكي، خطيبك، باباكي، بصي حبيبك، اي حاجه. بص ايه ده، ده ظهره ده كده اول حاجه معايا، هو سويت شيرت، المقاسات كبيره يا جماعه، لسه كل حاجه تتامرك، مرون صغنون. اول حاجه معايا هو السويت شيرت ده، ده الظهر بتاعه، بصوا في استك كده من هنا زي ما انتم شايفين، الماتيريال بتاعته حلو قوي، هو باين ان هو ميلتون، وشايفه ان هو غسيل ولبس، بصوا متبطن كده من جوه حلو قوي. طبعا انتوا عارفين الجو في شرم الشيخ بيكون خريفي، فمحتاجين حاجه خريفي بس مش تقيله، فاهمين؟ هو كويس جدا، بصوا اهو هودي، هو يعني بصوا اهو حلو جدا، و حلو اللون الابيض، بس طبعا الابيض يا جماعه مع الرجاله بيكون حاجه مزريه، لان هم ما شاء الله عليهم بيبهدلوا الحاجه باسرع ما يمكن. ممكن احنا نحافظ على حاجه شويه، ولكن هم ما شاء الله ما فيش حاجه بتقع في ايديهم كده لونها ابيض، غير لما بيخلوها مثلا اسود ازرق حاجه زي كده. ده اول حاجه كده معايا، عايزاكم بقى كلكم تقولوا لي رايكم في الكومنتس، ولو وصلتي معايا لحد هنا طبعا تحطي لي احلى لايك في الدنيا، ماشي؟ يبقى كده ده شكل كده اول حاجه معايا، هحطها هنا كده، وقولوا له يا جماعه مبروك عليك يا مرو. تعالوا نشوف، ماشي، احنا نشوف التي شيرتس الاول، يعني الحاجات اللي من فوق، وبعد كده نبقى نشوف بقى الباقي. اوكي، ده تاني حاجه معايا، ده تي شيرت، بصوا تعليق الوحيد على الحاجات دي، بص هو اكس لارج، مرون اصلا مقاسه ميديم للارج، عشان تبقوا عارفين ان مرون جاب نفس الالوان اللي عنده، مرون مش بيغير، يعني حضرتك انت عندك اسودات كتير قوي وعندك ابيضات كتير قوي، حتى الهودي جايبه ابيض، تمام، او السويت شيرت، شوفوا بتقولوا عليه ايه، هو جايب اسود وابيض، مش اللي هو ايه، مش مغير في الالوان، ودي حاجه بتضايقني جدا، انا بحب التغيير والتجديد في الالوان بطريقه مش طبيعيه، فهو جاب كده التي شيرت الاسود ده عنده نفس الماتيريال واللون 3/4 اللي هو حضرتك في ايه، بس ده جديد طبعا عشان في جيب كده من هنا، الجيب ده جديد اول مره اشوفه في اللبس بصراحه، مكتوب عليه كده كلمه من هنا، مكتوب ايه، في فيرسس، ايه ده مش عارفه بصراحه، مش عارفه هيكون حاجه حرام ولا حاجه، ده شكله، قولوا لي برده رايكم في كل حاجه في الكومنتس، هيفرق معايا جدا 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 رايكم، ولو في تعليق على اي حاجه يعني قولوا لي. بصي دي سوسته مفتوحه كده، يعني ملهاش سوسته من هنا او حاجه، الماتيريال بتاعته خفيفه قوي، صيفي جدا، يعني دي كده هيتلبس الصبح، لان شرم الصبح بتبقى حر، بالليل بتبقى خريفي شويه. اوكي معايا هنا ده طبعا عايز يتغسل اكيد، بصوا مكان بقى الركنه بتاعه المحلات وكده والناس تتفرج وبتاع، ده الابيض بتاعه نفس الماتيريال ونفس كل حاجه، ده مكتوب عليه دارك مونستر، بجد والله ماشي
في نفس الفكرة الجيب ده من هنا. على فكرة يا جماعة دي تصفيات، وده بيتفتح، السوستة دي بتتفتح عادي. في من هنا الخط ده برضو نفس الماتيريال بتاعت الجيب بالظبط، ومكتوب هنا الوحش الأسود. ماشي عام عام يعني ولا ايه؟ ما علينا. بصوا الظهر بتاعه برضو في شبك كده اهو زي ما انتم شايفين، ومكتوب عليه بالانجلش برضو هنا. يعني ده يعتبر فيه كذا شكل كده، بس جسوة لونه ابيض مرون، برضو عنده حاجات بيضة كتير. فانا كنت بصراحة واكس لارج برضو عايز اتأمرك وعايز اتضيق يعني، وعايز اتغسل طبعا 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 يعني. كنت هقول لكم ايه، او مرون مكرر الالوان، ودي حاجه من اكتر حاجه مضايقاني في الدنيا كلها هي تكرار الالوان. بحس ان الالوان مش يعني اللي هو ايه، مش بحس ان انا اشتريت حاجه جديده الا لو اشتريت لون جديد، او اشتريت حاجه بنفس اللون اللي عندي ولكن الشكل مختلف تماما، مش نفس الماتيريال، هو ده تعليقي الوحيد على الحاجه. اخيرا ماشي جاب البنطلون، هو شبه السويت بانس بس احلى يعني، الماتيريال بتاعته حلوة قوي، عجبني جدا جدا جدا. بصوا في سوست كده وفي شوية شغل حلو بصراحة. عجبني، لا عجبني عجبني عجبني، اهو ده شكله. بصوا كده سوست كده بقى وحركات وربطة بقى وحاجات جامدة زي ما انتم ما شايفين. لا حلو خطير جدا، عجبني بطريقة انتم مش متخيلينها. ويبقى استك كده من هنا اهو، وليه برضو كده ايه استك من هنا، وبيتهيألي الاستك بتاعه ايه فاكك شوية، عايز برضو ايه يتعاد عليه في الاستك بتاعه. قولولي بقى، هو اكتر حاجة عجباني بصراحة لحد دلوقتي السويت بانس ده او الكارجو ده والسويت شيرت، الاتنين دول تعليق الوحيد عليهم ان هو عنده نفس الماتيريال يا جماعة ونفس الالوان. يعني حضرتك غير مش كده؟ ده انت ده يا شيخ بجد مرون هيشلني هيشلني هيشلني، الرجالة بجد بتشل الواحد. بس مش مهم، يعيش ويدوب والعيش ويعيش ويلبس. هو لسه طبعا مخلص لبس المصيف، انا كاتبه له بلاوي. قلت له بقى ايه، بما ان انت ما خلصتش اللبس، ما جبتش اللبس اصلا اللي انت نازل عشانه. بصوا ده شورت كده، شورت جينز اهو، ده شكله، ده حلو جدا عجبني بصراحة. هو ما عندوش اللون ده في الجنسيات خالص اللي عنده. لون رهيب قوي، فيه كاتنج كده من هنا زي ما انتم مش شايفين، فيه يعني زي نقط كده بالاخضر. ده شكله اهو، هو مش عارفه هو الراجل اللي عامل اللون ده ولا ايه، مش عارفه. بس هو حلو، بس برضو عايز يتضيق، يعتبر كل الحاجات اللي جايبه عايزه تضيق. بصوا دي تصفيات يا جماعه بجد، مفيش حاجه صيفي اصلا موجوده خالص، ربنا يستر. هو هينزل خالد بن الوليد، ده الحل الاخير لان هو مش لاقي حرفيا اي حاجه خالص، فهينزل خالد ابن الوليد كده يشوف التصفيات الدنيا هناك عامله ازاي، او في اصلا لبس صيفي ولا لا، لان احنا طالعين مصيف يعني في ميعاد مش ميعاد اصلا مصايف. تعالوا اوريكم بقى، او دي اخر قطعه معايا برضو يعني. بصوا شورت نفس ده بالظبط، ده بقى اللي ضايقني اكتر. يا حبيبي ما انت جايب واحد منه، لازم تجيب التاني كمان، بجد عصبني جدا. يا جماعة الحقوني، مكتوب هنا نمبر 2 برضو، اللي هو نمبر 2 نفس الشكل نفس كل حاجة. طبعا عايزة اتأمرك برضو، حلو ولكن اللون التاني عجبني اكتر بصراحة. الشكل المشكلة ان انا ما بحبش تكرار الحاجة، ده كان تعليق امبارح لحاجة بقوله طب انت جبت منه واحد، مش لازم نجيبه شكل تاني وخلاص بقى نكحرته الحاجة كلها، فاهمين؟ اللي هو هنلبسه هنلبسه الحاجة مليون مرة بنفس الشكل لا 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 لا. بس ما علينا، ماشي قلت له ماشي وكده، جابهم لقطة بصراحة كلهم، كان سعرهم كويس جدا عشان تصفيات وكده. الماتريال بتاعت الشورتين بصراحة الماتريال بتاعتهم حلوة قوي، خاصة ده أحلى الماتريال بتاعته، خطيرة لونه هيفتح مرون، أول مرة يلبس اللون ده. إنما ده هو عنده بنطلون نفس الأسود المموج ده بالظبط، حرفيا نفس كل حاجة، ما فيش اختلاف أبدا في البنطلون اللي عنده عن الشورت ده بالظبط. بس مش مهم مش مهم، اعمل ايه، هو مبسوط. هو اصلا متضايق على فكره، هو طالع متضايق، عارفين اللي بيشتري. بس حلوه قوي التمويجه دي، عجباني جدا، اللي هو هنا لون وهنا لون، دي حلوه الحركه دي بصراحه. هو طالع متضايق ان مروان بيتحرج، الراجل بيقعد يقول له بص ده جامد وده حلو ومش عارفه ايه، فمروان بيتعصب جدا لانه بيتكسف، مش بيعرف يرفض، فاهمين اللي هو ايه، مش بيعرف يقول للراجل لا.
فبيتضايق ان هو ما عرفش يقول لا في نفس الوقت، مش عايز يحرج الراجل. فبجد يعني هو حنين او مش بيحب يكسب حد بجد. مقاسه 36 ومقاس ميرون اصلا 34، كل ده عايز يتضايق. مش مهم بقى كده، اكون وصلت معاكم لاخر الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، اسلوبي الجديد في التصوير عجبكم، الميوزك اللي انا حطيتها لكم قولوا لي لو انتم متضايقين اشيلها ولا حلوه اسيبها لكم كده، حاطه لكم ميوزك بس بسيطه. وباي حلوين، واستنوني في فيديوهات جايه كتير. قمر زيكم.